يعني الأسبوع الماضي زار جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الجامعة الهاشمية والتقى بعدد من طلابها، هالطلاب المميزين جدا اللي قدرنا نشوف أيضا إنجازات على كافة الأصعدة عم بيقوم فيها طلاب الجامعة الهاشمية، وأوعز جلالة الملك أيضا بأنه يرافقه عدد من الطلاب إلى برحلته إلى اليابان ودول أخرى. بينضم لنا رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني. صباح الخير دكتور واهلا وسهلا فيك. صباح الورد ستي وصباح الورد لجميع المشاهدين. يعني صراحه دكتور كنت عم بتحدث معك تحت الهواء عم بحكي لك دائما عن تميز طلاب الجامعه الهاشميه بكافه الاصعده، وان دل على شيء ايضا زياره جلاله الملك للجامعه الهاشميه، فحدثنا اكثر عن هذه الزياره وحدثنا عن تميز الطلاب بالجامعه الهاشميه. يوم الاربعاء الماضي كان يوم تاريخي للجامعه الهاشميه، زي ما بتعرفي كان الجامعة ماخذة وسام الاستقلال بال 2016، فأخذنا وسام استقلال ثاني يوم الأربعاء بزيارة جلالة الملك للجامعة. زيارة جلالة الملك كان لها جزئين، الجزء الأول اطلاع على المشاريع الريادية اللي موجودة في الجامعة، والجزء الثاني كان اللقاء مع الطلبة. فجلالة الملك بدأ باللقاء الأول، اطلع على حلول غير تقليدية للمشاكل الوطنية مثل موضوع الطاقة، موضوع المياه، موضوع الزراعة الصحراوية. شاف هاي النماذج نماذج ريادية والمقصود فيها مش حل مشاكل الجامعة الهاشمية، هي نموذج لحلول لمشاكل وطنية. فكان كثير سعيد جدا بهاي المشاريع وطلب انه يصير في تنسيق بين الجامعة الهاشمية والديوان الملكي لاستكمال هذه المشاريع ونشرها خارج الجامعة الهاشمية بمناطق مختلفة سواء في المدن او بالريف او بالبادية الأردنية. وتعزيزا لهذا الجزء نحن بانتظار غدا زيارة معالي رئيس ديوان الملكي للجامعة الهاشمية لاستكمال الإجراءات اللي وجه فيها جلالة الملك. جميل جدا. الجزء الثاني كان لقاء جلالة الملك مع الطلبة، وهناك اكتشف برضو أنه في مناجم ذهب بعقول الصبايا والشباب من الجامعة الهاشمية، التقى ب30 طالب وطالبة من الجامعة كان يمثلوا الأردن كله بكل أطيافه، شرائح مختلفة شرائح مختلفة، صبايا شباب من كل الألوان موجودة. وهذول الطلبة يعني أكيد 23,000 طالب اللي بالجامعة الهاشمية كان حابين أنه يعني يكونوا بلقاء لجلالة الملك، بس كان صندوق الملك عبد الله في الجامعة الهاشمية هو اللي اختار الطلبة اللي عندهم نشاطات، اختار جزء منهم مع أنه في آلاف مؤلفة من الطلبة اللي في صندوق الملك عبد الله والنشاطات. الآن كل طالب كان فورتشن لحاله، كان ثروة لحاله الطالب، لأنه كان أفكار متعددة. بعضهم تحدث عن قانون الانتخابات الوطني وطلب بتنزيل سن الترشيح لمجلس النواب إلى 25، وجلالة الملك أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار وسجلوها. بعضهم اقترح حلول للبطالة بالأردن من تمليك الأراضي الحكومية في الصحراء للأردنيين بحيث ينتجوا. أنا بحكي هذا الحكي لأني شفت بعض الناس فكرين أنه التركيز كان على جانب معين، أنه طالب كان معظم الطلبة تحدثوا بأفكارهم الإبداعية وكانت مختلفة. طب أنا بدي أسألك دكتور شغلة، يعني لما إحنا نشوف هذا التميز عند الطلاب، يعني لمين بتعطي هذا النجاح؟ هل هو للكوادر والمعلمين والأساتذة والدكاترة اللي موجودين بصرح الجامعة الهاشمية؟ هل هم الطلاب نفسهم؟ هل هي كيفية وآلية الاختيار؟ هل هو مجموعة من الطرفين؟ هو ستي في الجامعة الهاشمية يعني بالإضافة لمهام أي جامعة، التدريس، البحث العلمي وخدمة المجتمع، كان عندنا 6 محاور رئيسية بنشتغل عليها صارنا 7 سنوات. طاقة، مياه، استقلال مالي اقتصادي، أمن غذائي، موارد بشرية، بس في إشي اللي هو الأمن الوطني، وإحنا معتبرين صناعة قادة الغد جزء من محور الجامعة بالأمن الوطني. فبالتالي إحنا نرى بأنه واجب الجامعة أن تؤهل
وتهيئ الظروف لصناعة القادم من 23,000 طالب. لذلك بالإضافة لوجود مجلس طلبة بالقوائم الانتخابية، قوائم نسبية مع حد العتبة، القوائم النسبية المفتوحة، أوجدنا حتى تاريخه 28 نادي في الجامعة. كل نادي عبارة عن شيء ضخم، يعني بيكون في 1000-2000 طالب بالنادي. كم طالب في بالجامعة الهاشمية؟ 23,000 طالب، موزعين الطلبة هذول على الأندية حسب هواياتهم. في أندية ثقافية، أندية للمحتوى العربي للنت، في عندنا نادي غريب يعني من أحسن ما يكون اسمه نادي الحوار، ديبيت كلب، اللي هو أنا ممكن أتحاور معك وممكن أختلف معك بس ما بسيء لك، بنتعلم لغة الحوار وإعطاء الفرصة كلهم للآخر حتى يعبر عن وجهة نظره. والله يا ريت هذا النادي كان موجود عند يعني عوائتنا أو عن الناس اللي حوالينا، لأنه إحنا نفتقر للغة الحوار، وللأسف إحنا بنقول لو كل واحد بيسمع الثاني بيقدر نوصل لنتيجة ولحلول. المشكلة إنه أنت عندك دائما أطراف ولا واحد يسمع الثاني، يعني للأسف إحنا عم نحكي على مستوى دولة خلينا نحكي، ومستوى بنشوف اللي بيصير بمجالس نواب ليس فقط في الأردن لكن بالعالم أجمع، اللي هو ما فيش لغة الحوار. فيعني هذا الأشياء مميزة جدا إنه نلاقيها. فوجود هاي الأندية هي تساهم بصنع القادة لأنها مختلفة، يعني ما نعيب إنه مثلا أحد الطلبة إنه تحدث شعرا أمام جلالة الملك، في نادي للشعر، في نادي للثقافة، وكلها أندية بتصب كلها في المصلحة الوطنية. طيب يعني احنا خلينا نحكي الان الجامعه الهاشميه هي مثل يحتذى به، وعفوا يعني في ظل ما نراه الان بين فئه الشباب، لكن خيره وزينه الشباب عم نشوفهم ورايناهم ايضا بوجود جلاله الملك. فخلينا نحكي ايضا عن الطلاب اللي اوعز سيدنا بانه يكونوا موجودين معاه باليابان، وكنت عم تحدثني ايضا للولايات المتحده. هو يعني كان جلالة الملك سعيد جدا بكل الأفكار اللي موجودة، وراح يتابع كل المبادرات اللي طرحوها الطلاب في صعيد زيارته، لأنها كانت قريبة جدا لليابان، قريبة كانت لموعد زيارته للجامعة الهاشمية، فأمر باصطحاب الطالبين اللي تحدثوا في قضية تكنولوجيا الزراعة، لأنه الطابع الرئيسي لزيارة جلالة الملك اليابان فيها جزء من زيارة لتكنولوجيا الزراعة. جلالة الملك شاف زراعة قمح وشعير مقاوم للجفاف، زراعة شجرة جتروبا والهوبا هوبا، فاصطحب معاه رئيس النادي الاقتصادي في الجامعة الهاشمية الطالب عمران قصاونة، وطالبة مرح خزالة من كلية الموارد الطبيعية المتخصصين بالأراضي والمياه والبيئة، في عنا طالب آخر اللي هو عمار من كلية الهندسة مسؤول عن تصميم السيارة، أو هو جزء من فريق تصميم السيارة اللي بتعمل على الطاقة الشمسية، سووا النموذج الأول اسمها الهاشمية واحد، الآن خلال 10 أيام بيخلص النموذج الثاني اسمه الهاشمية 2. فجلالة الملك كان سعيد جدا بهذا الإبداع بالسيارات الشمسية، فراح يبعث على الولايات المتحدة لمصانع مهتمة بالسيارات الطاقة الشمسية. طب دكتور خلينا نحكي ايضا عن يعني عن شعورك، خلينا نحكي انت لك رئيس الجامعه الهاشميه لمده 7 سنوات. تمام. الان فيعني خلال هاي ال7 سنوات خلينا نحكي هاي مسيره، يعني مش موضوع سهل، واحنا دائما بنسمع عن التحديات اللي عم بتواجه المدارس وغيرها، انه احنا نلاقي خيره وزينه الشباب، ودائما التعليم هو تربيه وتعليم خلينا نحكي، وهي يعني متكاملة خلينا نحكي. فبهدول ال7 سنين خلينا نحكي قديش شفت نموذج أو نماذج مميزة من الطلاب، إيش اللي بيخليك تستمر في هذا الشيء؟ هل تحرص مثلا أنك تعرف طلاب الجامعة؟ يعني 23,000 أكيد هذا عدد كبير ولا يستهان به، فإيش بتعمل خلينا نحكي لاستمرارية نجاح الجامعة الهاشمية؟ يعني أنا بتعامل بالجامعة كأب قبل ما أكون رئيس جامعة، وفي سياسة الباب المفتوح لكافة الطلبة، هذول ال 28 نادي بدوا بنادي، استأنوا في سياسة باب مفتوح، كل ما يجيني طالبة أو طالب بيقترحوا فكرة جديدة ينفذ خلال ساعات مش أيام ولا أسابيع بالأندية. أنا شعوري كثير سعيد بالجامعة إنه هاي الاستثمار
في الجيل هذا وبالقادة الغد في نتيجة. يعني منشوف العفوية بالإبداع بالحديث من القلب. يعني إحدى الصبايا بتقول له بتمنى لجلالة الملك إني أزورك في بيتك، بتمنى إني أتصور معك بشكل انفرادي. جلالة الملك قال مشان العدالة بدي أتصور مع الجميع. هذا الحديث كان نابع من القلب من الضمير، مش عفوي. مرتب. فالأردنيين على سجيتهم، فلما نشوف في نادي اقتصادي، في نادي زراعي، في نادي تكنولوجي، أعتقد أنه صناعة قادة الغد تبدأ بالجامعات. عندنا 300 ألف طالب بالجامعات الأردنية، ما شاء الله. يجب العمل مش فقط لتأهيلهم للتخصص، تأهيلهم للحياة العامة والحياة الوطنية. ويعني وأنا أشهد صراحة طلاب الجامعة الهاشمية دائما مميزين في أي مكان بيكونوا موجودين فيه. يعني دكتور كمال، سعيدين جدا بوجودك. نهنئك ونهنئ الأردن بطلابك طلابنا وتميز الجامعة الهاشمية منها للأعلى. يعني وسمين استقلال هذا كمان شيء لا يستهان به أبدا، وزيارة الملك أكيد كانت إن دلت على شيء دلت على تأكيده وحرصه على طلاب الجامعة الهاشمية وعلى وجودكم. على فكرة دكتور، إحنا الآن زميلنا أيضا أحمد أبو حماد موجود بالجامعة الهاشمية، وإحنا بتغطية مباشرة معاه من الجامعة الهاشمية. فشكرا لك دكتور، رح نصبح عليه مع بعض كمان.